عسلامة ومرحبا بكم في إذاعة زمنية وعصرية مع السيدة نيلة. اليوم إن شاء الله باش نعملو صمصم نتاعنا تاع العادة والعوايد نتاع رمضان. استحقوا. عندي ملسوقة قصيتها على اثنين. استحقوا اللوز رحيته والكبير. استحقوا سكر غلاس. استحقوا شوية زبدة. عملت لوز بوفريوة اكهازي مهروشين شوية هكا. انا هذوما ما حطيتهمش في الميكسور، عملتهم بالقلقال. عديت عليهم القلقال، حطيتهم في منديلة كبيت على اثنين وعديت عليهم القلقال. مستحقوا سيرو فيه شوية زبدة. بالطبيعة استحقوا ماء عطرشية. وعندنا هنا فارينة ونشط باش نسكروا بها الورقة تاع الملسوقة. عندي كيلت، عندي لوز صحفة ونص، لوز كعب قد هذه الصحفة نفسها اللي كيلت بها لوز كعب. من بعد رحيته وليلي الكمية هذه الكل. خليت ربع صحفة سكر ورحيتها. ولا عندي سكر كلاس هنا. انا هذه يظهرلي برشا ما الحلو هنا. الحلاوة متاع الصمصة هي الأخت شنو تحب، قداش كمية السكر اللي تحب. المعيار اللي يكون قد عندي مثلا صحفتين نحط عليهم ربع، قداش يجيو 3 مغارف سكر كلاس تقريبا. تجي مطعمها باهي مع شوية عطرشية، شوية ماء ورد، شوية ماء زهر اللي نعجنو به. نتاع ماكلة 2 مغارف ونص لحد 3 مغارف نتاع ماكلة. أنا هذا يزيني، منحبش الحاجة حلوة ياسر خاطر عندنا السيرو. كل نحطو نخلطو في بعضو توا ونصب عليه بشوية وعيني ميزاني ونعجنو بالماء العطرشية. أنا عندي ماء عطرشية باش نعجن بها اللوز وإن شاء الله نشوفو من بعد. هذه البات تاع اللوز عجناها، نوصلولها كيفاش. معجناهاش ياسر باش متخرجش زيتها، حاجتناش احنا انها تولي مزيتة. ناخذو كمية صغيرة هكا ونكعبروها هكا حجم هذا ونحطوه. كي كعبو على كف الايد هكا، هذا مع هذا ونكعبرو هكا تطلع لنا كعبورة مزيان. انا نكمل ونشوفو الطاب الثاني. توا باش نشوفو كيفاش نخلطو اللوز والبوفريوة المهروسين هذوما اكخازي. هناش عندنا سيرو. طيب نحنا بالطبيعة السيرو نتاع الشحوم خذينا منه شوية، حطينا في وسطه شوية زبدة. علاش يقول القايل حطينا في وسطه الزبدة؟ باش كي نصبوه فوق اللوز، اللوز ما يعقدش ما يسكرش، يبدا ديما خفيف هكا.
ياخو السكر مطعم السكر يبدا خفيف. هنا عينا ميزان نحطو ونخلطو ديما يتخلط بالسيرو هذا. بعد كي يبرد مثلا ما نلقاوش نجمو نهزوه ونحطوه بسهولة. نحبو نعملو له سكر كلاص نجمو رأي. انا عطيتكم الطريقة اللي انا نعرفها ونعملها. انا نحب الصمصة باللوز والفريوة هكا يكخازي. تعجبني توا خلطتها خليها يشرب شوية شوف يلمع وما شدش كله في بعضه. خليه توا ان شاء الله باش نكمل نشوف كيفاش نتوي. عندي كعبك المرسوقة قسميها على اثنين. عندنا الوجه الارطب ديما نخليوه من برا والوجه الشاف شوية نخليوه من الداخل. نجمو نقصوها على اثنين، نجمو نقصوها دي بوند شرائط اذا كانت الكعبه كبيره. اذا كانت صغيره هكا قصوها على اثنين. ناخذ توا كيفاش نطويو هكا، ما نطويوش على اثنين هكا، نطويو شويه هكا نطويوها مليح. نجيو لهنا نعملو تريونغل هكا، نعملو تريونغل على الفارغ باش ما تغلبناش. شوف على الفاره ناخذو كعبوره هكا، ناخذوها مستطيله ونزرولها، ننزلو عليها شويه ريتول تريونغل. بعد ناخذو نعملو هكا هذه الاكستريميتي هذه، رد نهزوه هكا نعملو تريونغل هكا نعاودو الثانية هكا ونعاودو هذه من هنا نعملو تريونغل. كعبت الصمصة نتاعنا عندنا هنا نشاء وفارينة ندهن الحرف هذي ونحطوه في وسط هذي هكا ندخلوه لداخل. نجمو بالبلون دوف نعملو هذي كعبة الصمصة. ننزلو عليها مليح هكا، نجيو لهنا نعملو تريونغل هكاكا على الفارغ باش متغلبناش. ناخدو هذي نعملوها حجب التريونغل هكا. شوفو نعاودو نطويوها هكا هذه الاكستريميتي هذا نعملو تريونغ هكا رجعو بارتي الثانية. من بعد من هنا نعاودو نطويوها هكا هذه نعملو تريونغ هكا. كعبة الصمصة نتاعنا حضرت.
نعملوها بشويه فرينه ونشي. علاش كل قايل فرينه ونشي؟ خاطر النشي كي نحطوه في الزيت ما يتحرقلناش والزيت، اما كي حطينا الفرينه بطبيعه تتحرق. ينقصوها دي بوند. نجمو نعملو كعبة صغيرة، كعبة قد الحجم اللي نحب. أما أنا هذي كعبة البريك صغيرة، كعبة المرسوقة صغيرة، قصيت على اثنين. أغزرو هنا تويليها، شوف نعملو تريونجل على الفارغ باش متغلبناش. أغزرو هكايا، حطو في وسط التريونجل هذا، ننزلو شوي هكا، نعاودو هو نفسه، طلعوه هكا فوق شوية هكا، نطلعو هكا. هذا هي الاكستريميتي، هذا نرجعو على البارتي هذي هكا، ديما تريونغ هكا، ونعاودو نحطو هكا، ونعاودو الاكستريميتي هنا نعملو تخيلون حضرة كعبة السمسم تاعنا. نقعد انا نكمل في الاخرين، بعد نشوفو السمسة الاخرى كيفاش نعملوها. هذي كعبة السمسم ناخدو توا نتويو السمسة تاع اللي باش نحطو فيها اللوز مهروش هذاك. شوفو كيفاش كيما الاخرى، هذيا باش نتويوها على الفارغ. ناخدو نعمل مثلث هكايا هكا، نطلعو هكايا، نطلعو بيه هكايا مثلث. هذي نطوي فيه شي ما فيه فارغ، ناخدو هكايا، ناخدو هكا، نحلوها، وابصرو كيفاش حليناها، نحطو فيها غرفة. نملوهاش برشا باش نجمو نسكروها هكا، لازم تكون تتسعتك. ناخدو الفريق هذا، شوف ناخدو منه ومنه هكا، حاولوا لصقوها. نجمو نعملو بلوندوف زادا في بقعة الفرينة، نعملوها بلوندوف، شدوها شوية سكروها هكا. هذا يزد البقاء، نعملو هكا بشوية فرينة باش يلصق. نشدوها هكا شوية. والقايل علاش عملناها احنا هكا؟ على خاطر كان حطينا هذا يتفرط النفف واحنا نطويو في الورقة. هذا سر تاع السمسة تاع اللوز المهروش. نعاودو مرة ثانية، هذي نطويوها هكا، ننزلو عليها شوية، نجيبو نعملو مثلث هكايا. هذي توا نطويو على الفارغ، بص كيفاش باش نعمل طاوية. نجي هكا نطلع فوق هكايا،
شو الاكستريميتي هذي نجيبو نعملو بيها مثلث هنا هكا، نعزرولها هكا، نعاودو نطلعو هكا الاكستريميتي هذي نعملو بيها مثلث هكا، نسكرو بيها، نحلو الكعبة، نحلوها، نحطو فيها اللوز. ناخدو الفارين ولا بلون دوف كيما نحبو، نجيبو الاكستريميتي هكا هاذوما، نحطوهم بالكدا هكا، نقعدو نازلين عليهم شوي هكا باش هي تتسكر متحللناش كعبة السمسم. توانا نكمل البقية ونقليهم ونشوفوهم طايبين لكم. حطينا توا الزيت يسخن، حطينا فيه شوية زبدة، الزبدة مع الزيت تعطي بنة للصمصة، خليوه يسخن ونحط انا نقلي للصمصة ان شاء الله تنشوفوه. هذه الصمصة بتاعنا حضرت، هذه الصمصة اللي بالبات تاع اللوز، هذه السمسة اللي باللوز مهروش إكخازي، الزاموند إكخازي، حضرناها مع بعضنا خطوة بخطوة. حبينا نشوفو شوفو نقصو الكعبة مع بعضنا، هذه الكعبة حطيناها في الشحور، الشحور كيما عملنا الشحور متاع طاير الريح نفس المقدار، ما نساوش شوية عطرشية في الشحور. شو الوسط متاعها، هذه وسط كعبة السمسة اللي بالبات داموند، هذه كعبة السمسة اللي افيك ديزاموند اكخازي، هذي avec des amandes et noisettes écrasées. هذا شكلها، ان شاء الله تبعتوني وفهمتوني وفهمتوا الخطوات. الشحور كيما عملناه قبل هو نفسه معطر بالعطرشية، هذه الصمصة حضرناها نتاع رمضان، ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تجربوها، وصحة وبشفاء لكل الاخوات.